انزل بيع كل السلاح اللي عندك للصياد ووافق على السعر اللي هيعرضه عليك. مفيش قدامك حل تاني. معاه
معاك تليفونه؟ لا بس اعرف اللي يدلك عليه. عايز اعرف يعني ايه واحد اعمى يقتل ثلاث رجاله مسلحين في ثلاث ثواني ويختفي؟ جايز حد بيساعده. اللي يخلي واحد اعمى يحتفظ برقم تليفون مهم زي ده على كارت؟ عايزك تقولي لناجي الخليل انك قدرتي توصلي للراجل اللي بيشتغل مع الصياد. انا هكلم ناجي الخليل النهارده وهقول له ان انت وكيل الراجل ده وان اسمه الحركي الصياد. عشان كده احنا محتاجين حد حقيقي يكون عايز يشتري سلاح من النوع اللي بيبيعه ناجي الخليلي. طارق بغلام عايز منك خدمه قصادها هيساعدك في قضيه التعاطي. عايز ايه؟ في مسجون معاك اسمه امير نصار، عايزك تقول له ان في واحد تعرفه وعايز يشتري منه سلاح. ايه رايك في الخطه اللي عاملها طارق؟ تفتكر هتجيب نتيجه؟ لا طبعا. نبتدي مثلا بالسبب اللي خلاه يعذب الراجل ده. الراجل ده كان متهم عنده في قضيه سياسيه، والواقعه دي حصلت بعد ما سيف بنته ومراته اتقتلوا. تقولي الكلام ده حصل امتى؟ من 3 سنين. فين؟ هنا في القاهره. انت عايز تعرف ايه بالظبط؟ عايز اعرف الاصابه دي حصلت له امتى وفين، وحصلت له اصلا ولا لا. احنا لازم نقبض على الرائد سيف عبد الرحمن. يا باشا هو ناجي الخليلي هيجي لي امتى؟ هتلاقيه قدام باب مكتبك دلوقتي. انت عارف انا مين؟ انا عارف اللي حضرتك تحب ان انا اعرفه يا باشا. انت شغال مع الصياد؟ انا راجل غلبان يا باشا، واللي بيتقال عليه بعمله بالحرف الواحد. قال لك ايه؟ قال لي كل خير يا باشا، الاول تاخد واجبك انت والرجاله، حكيماني جايين لي شويه حلب حصى من البلد. انت كنت عارف ان انا جاي لك؟ الصياد باشا قال لي. قال لك ايه؟ قال ان حضرتك هتنورني هنا في المكتب وبعت لي رساله بالمطلوب. المطلوب؟ السلاح يعني يا باشا، السلاح يعني. ايه ده؟ ده عربون صغير كده يا باشا عشان مجيتك لغايه عندنا ما تكونش على الفاضي. انا عايز اقابله. اللي اعرفه يا باشا ان هو ما بيحبش يبان في الصوره. انت شغال مع الصياد بقالك قد ايه؟ من زمان يا باشا، ده نعرف الصياد باشا من ايام ما كان قد الصياد. اول مره في حياتي اتعامل معاه يا باشا، وهو قال لي اقول لك الحقيقه، انا عمري ما شفته، عمري ما اتعاملت معاه، كل اللي بينا بيقولوا لي بالموبايل وانا ببلغه لحضرتك. الفلوس دي جات لك ازاي؟ حد جابها لغايه عندي هنا يا باشا. مين؟ ما شفتوش يا باشا. جرس المكتب ضرب، فتحت لقيت الشنطه فيها الفلوس والموبايل جنبيها. اكتر من كده مش هتاخد منه عقد نافع يا باشا. خليهم. طب والفلوس يا باشا؟ هبقول لك امتى وفين ميعاد الاستلام. هديك رقم الحساب اللي هتحول لي على الفلوس، ولما تتحول هديك المطلوب. اي عوق او مشاكل يكون لك يد فيها هتلاقيني مجهز لك حفره متر في متر، بس في حالتك دي هوسعها لك شويه. تمام يا باشا، مفيش أي حد من البوليس مراقبه ولا حد يعرفه أساسا. ده لحد دلوقتي. على العموم خلي بالك لو في أي حاجة حصلت أو أي حد ظهر بلغنا على طول. حاضر يا باشا. ممكن أسأل سعادتك سؤال يا باشا؟ اسأل. هو الراجل اللي فوق ده كان عارف إنك جاي له؟ أيوه. طب وده عارف إزاي ومنين؟ حالة. إيه؟ تلاقي قبل ما تجيلنا كانت عند البقف اللي فوق ده بتحاول تظبط نسبتها. يا بنت الهرمة. بتحاول تعمل أي مصلحة. محدش عارف هي مربطة مع مين، مع سيف ولا مع البوليس ولا مع نفسها. طب وصياد؟ هيخلص عليها أول عملية ما تتم. لا يبقى احنا لازم نعرف البت دي مظبطة مع مين بالظبط. ما تقلقش سعادة الملك، مش هنتحرك من هنا خطوة واحدة إلا وأنا متأكد، وهسمعك بودانك اللي يطمنك ويطمني. ناجي ما أخدش الفلوس. أنا عارف إنه هيعمل كده. وليه بعتهم للمحامي؟ عشان واحد زي المحامي ده لما يشوف الفلوس هيصدق وهيطمع، وطمعه ده هو اللي هيخلي ناجي يشتغل معاه. وافرض ما كانتش حالة دلتك على المحامي؟ عادي، كنت جاهز بالبديل، كنت مظبط كل حاجة. طمع المحامي خلاك متأكد إنه هيتعامل معاك أول ما يشوف الفلوس. ماشي. بالنسبة لناجي، ناجي الخليلي مجرم ومنحرف، وعارف كل أشكال الضعف والقذارة.
هيفهم، ولما يفهمه هيطمن. اهم حاجه بالنسبه لواحد زي ناجي الخليلي ده انه يفهم اللي قدامه عايز ايه، ولما يفهم هو عايز ايه هيحب يتعامل معاه. رضا يا رضا، عايز ايه؟ انت بتفكر في ايه؟ بفكر ان الفلوس دي حرام ترجع يا بنت. ما تبقاش جعان، ودي حاجه الواحد ممكن يشبع منها. انا قصدي بص لفوق شويه، ما تبصش تحت رجليك كده. يعني ايه؟ يعني دي فرصه عمرها ما هتتكرر تاني ابدا. ما انت شايف انا هو ماسك فيها بدي وسلاني ازاي. انا قصدي شوف لك سكه شغل مع الراجل اللي جالك ده غير الصياد يعني، واطلب منه كميه اكبر. عجيبه، ما انت كنت خايفه وقلقانه وبتقول اوعى تورطنا، ايه اللي حصل؟ ما احنا كده كده تورطنا واتنيلنا، واللي كان كان. يبقى نطلع كسبانين ولا يعني نبقى نزلنا في الطين وما نبناش غير الوساخه؟ فكر. ايه ده؟ ده كده يطمني؟ طمنك ازاي؟ وفي الكلام يقلق اكتر من كده؟ واحد عايز يفتح شغل معانا ويعمل سكه ومصلحه هيكون شغال مع البوليس ازاي؟ طب ما جايز البنت حالة بتشتغلنا والراجل ده مش شغال مع الصيادله حاجه. والفلوس مش عارف، بس يعني مش صعبه، جايز يكونوا واخدينها من البوليس برضو. يبقى البوليس هيكون على دم قلبي، لان مش هسلم البضاعه الا لما اتاكد ان الفلوس دخلت في الحساب. بس البنت حالة قالت ان سيف مدي بيانات الراجل ده للبوليس. مستحيل، سيف عمره ما يعمل كده. وبعدين ده احنا مراقبين المحامي من كل اتجاه، لو في ذره شك هنخلع. بس خلي بالك مش ضروري حتى تدي له حاجه، البوليس عايز يعرف مكانك، مش خايف يعني وانت بتقابله يطلع متراقب؟ ومين قال لك ان هقابله تاني؟ مالكيش دعوه انت بالمسائل، دوسي بينا نتصرف. بس يا باشا. الو، ايوه يا باشا، ايوه سعادتك، الراجل جاني، حدد المكان والزمان وكمان اداني رقم حسابه وقال نحط له الفلوس فيه وانا بنستلم سعادتك. ما ينفعش الكلام ده. هو قال كده يا باشا. مش هو اللي يقول، انا اللي اقول. لما اكلمك تاني اقول له الصياد بيقول لك لازم نشوف السلاح الاول قبل ما يدفع اي حاجه، وبعدين لازم تكون ناشف معاه شويه. انت بتشتغل معايا يعني انا اللي حاميك، ما تحسوش انك خايف يا اما هياكلك. تمام يا باشا. في حاجه تانيه، ما تجيبش سيره الموضوع ده خالص وانت في المكتب، ويا ريت تخرس خالص وانت في المكتب احسن، لانه ممكن يكون بيسجلك. ازاي يعني بيسجلك؟ ما تكررش الكلام، لانه لو كان بيسجلك مش عايزه يحس ان انت خدت خبر. ماشي يا باشا. تمام. بعد ما اقفل معاك عايزك كمان تتاكد اذا كان سايب حد في الشارع بيراقبك ولا لا. حاضر، نص ساعه كده واكلمك تاني تكون اتاكد. ماشي يا باشا. تمام، مع السلامة يا باشا. اتحرك يا ابني. الو،
تأكدت؟ أيوة يا برنس تمام، كلامك طلع مظبوط بالظبط. في حد عايز يشتري الأرض اللي متسجلة باسم حامد إسماعيل. يعني الخليلي سايب لك حد في الشارع بيراقبك. مظبوط تمام. طيب ما تنساش اللي أنا قلته لك، ما تفتحش بقك خالص في المكتب، وأنا هكلمك بكرة أقول لك تعمل إيه بالظبط. تمام يا برنس. كده لو ناجي الخليلي كان شاكك 1% ان البوليس ورا الموضوع مش هيشك تاني. كده الصياد هو اللي بيتعامل معاه، هو اللي بيراقبه، وهو اللي كان هيقتل المساعد بتاعه. ما بتقتلش اي حد انت. بحاول على قد ما اقدر انقي اللي يستاهله بس. اللي يستاهله بس؟ انت شايف ان في ناس كتير ما تستاهلش تموت؟ الموت مصيرنا كلنا، انما القتل حاجة تانية. انت مجرد سبب. اه بس اقدر اختار. انت ما تتخيلش انا عملت ايه عشان اجيب الملف بتاعه. عملت ايه؟ ولا حاجه، رحت سالت فدلوني. انا نهزر بقى. خلي بالك يا طارق باشا، انا بشتغل من الخارج، يعني مجرد واحد بيشتغل بدون اجر، بدون مصلحه، بدون مواد حافظه، يعني اهزر واقول اللي انا عايزه. خلاص يا عم استنى بس الامور تهدى شويه واكلم لك حمدي باشا يرجعك تاني. يا عم كبر دماغك، الله والغني. انا اصلا الحاجات دي مفرقش معايا، المهم عندي دلوقتي ان الملف بتاعه طلع سليم. انا رحت لواحد دكتور اعرفه شغال في مستشفى الشرطه، جاب لي كل حاجه. هي دي المستشفى اللي اتنقل ليها سيف بعد الاصابه؟ ايوه. تاريخ الاصابه كان امتى؟ مش ماشي خالص مع الكلام اللي قاله لنا. اه يعني انا شكي كان في محله. قصدك شكك يا وائل كان في محله؟ وائل انا وانت يعني واحد. انا عايزك تقابل حما سيف بسرعه. ما انا قلت لك بشتغل من الخارج، ثم انا مش فاضي خالص، عندي شغل كتير جدا تبع الاداره بتاعتي. يا عم خلص شغلك وبعد كده حاول تقابله بسرعه. ما تخلي حد من عنده في الاداره يساعد. يا باشا القضيه اتقفلت. اتقفلت؟ اه اتقفلت، بس ان شاء الله هنخليهم يفتحوها تاني. عايزين بس شويه ادله، عايزين نعرف هو كذب في ايه وليه، وعايزك ترتب لي مقابله مع الدكتور اللي انت تعرفه ده، عايزه يفهمني كل حاجه بالظبط. وبعد كده؟ بعد كده هقابل الدكتور اللي كان مسؤول عن الحاله. ماشي. دكتور ايمن الغياتي؟ ايوه فندم. نقيب طارق غلاب يا فندم، كنت محتاج من وقت ساعتك بس 10 دقايق بكتير قوي. تحت امر ساعتك، اتفضل. اتفضل. تمام. انا مش فاكر الملف ده، وبعدين الكلام ده من زمان قوي. بس ده ما فاتش عليه 6-7 سنين يا دكتور.
هو سيادتك عندك معلومات كمية الحالات اللي بتجيلنا كل يوم المستشفى قد ايه؟ برضه الملف ده صعب قوي انه يتنسي. يبقى انا بكذب؟ لا العفو، انا ما اقصدش طبعا، بس في تفصيله صغيره كده عايز اسال عنها بشكل غير رسمي. بشكل غير رسمي؟ انت جبت الملف ده ازاي؟ كده بقى هنخش على تفاصيل فرعيه، واضطر طبعا اوجه الموضوع لتحقيق رسمي، وانا متاكد ان ايا كانت النتيجه الموضوع في الاخر هيبقى مزعج لحضرتك جدا. انا عارف ان وقتك مش ملكك زي ما بيقولوا يعني، كان نفسي اريحك بس لو حضرتك مصر مفيش قدامي حل تاني الحقيقه. لا تاني ولا ثالث. سعادتك عايز تعرف ايه بالظبط؟ عايز سعادتك بس تفتكر التاريخ والحاله لما دخلت هنا كانت عامله ازاي. قبل ما اجيلك قابلت دكتور صديق ليا شغال هنا في المستشفى، قال انه ممكن جدا التاريخ اللي في الملف يكون مش صحيح، لانه طبعا عاده يعني الحاله لما بتخش عندكم هنا التقرير بيطلع بعدها بفتره كبيره، ده لو المريض اصلا طلب التقرير ده. فهل ممكن الرائد سيف ما يكونش طلب التقرير ده الا بعدها بفتره كبيره، بحيث ان التاريخ بتاع الحادثه يكون بعيد عن التاريخ اللي في الملف بسنتين؟ لحظه واحده، ايوه نجلاء، تعالي لي من فضلك. نجلاء دي بقى ممرضه قديمه في المستشفى، مسؤوله عن الارشيف، هتاخد سعادتك تدور في جميع الملفات وتشوف انت عايز تعرف ايه بالظبط. الملف مظبوط يا باشا. اهو انا بقى عايز اتاكد من حكايه التاريخ دي. ما هو التاريخ بتاع الملف هو نفس التاريخ اللي طلع فيه الملف. ايوه بس ده مكتوب فيه تاريخ الاصابه والتاريخ اللي عين دخل فيه المستشفى. دي حاجه غريبه. ايه الحالة دي؟ انا فاكراها كويس، ده كان ثابت واتصاب واتنقل عندنا، وقتها انا كنت شغالة في الطوارئ وانا اللي استقبلته، والتاريخ مظبوط فعلا. ده بالنسبة لك، بالنسبة لنا احنا كده يبقى فيه مشكلة. يا باشا الغريب انه كان واحد تاني مش هو ده. نعم ما اسمه سيف عبد الرحمن. ايوه انا فاكرة كويس، ده كان يوم اجازه وانا كنت نبطشيه ولوحدي، والظابط يومها كان عنده نزيف في المخ واثر على عينيه وطعامة خالص. ايوه انا متاكده من اللي بقوله. مين الظابط ده؟ انا فاكراه اسمه شادي ابو سعده، وكان رقيب في الامن المركزي. طب مش ممكن يكون في حاله تانية دخلت المستشفى في نفس اليوم؟ يا باشا ده كلام سعادتك، وهو حتى لو كان في حاله تانية هتبقى متطابقه مع نفس الحاله ونفس الاصابه والتشخيص والاشعاعات كمان. اعملي لي نسخه من الملف بتاع الضابط اللي اسمه سعد ده. حاضر. مش موجود حضرتك. ازاي يعني؟ واضح ان ده اتحط مكان ده. بص حضرتك انا واحده عندي عيال ومليش في المشاكل، وبصراحه ما عنديش وقت اروح محاكم، يعني بمعنى اصح مش هروح اشهد في اي حاجه، بس ممكن اخدمك. ازاي بقى؟ انا اعرف اخت النقيب ابو سعده، ممكن اديلك عنوانها وانت تروح لها وتشوف الموضوع بنفسك. معلش انا عارف انك مش في المود ومشغوله، بس انا عايزك تيجي معايا مشوار، هقولك في السكه. طيب انا اصلا قريب من المكتب، ربع ساعه اكون عندك. سلام. هتقول لي احنا جايين هنا نعمل ايه بالظبط ولا لسه شويه؟ مش انتي ماسكه القضيه بتاعت الضباط اللي ماتوا وعايزه تعرفي كل التطورات اول باول؟ اعرفها بالتليفون في مكتبك في مكتبي، لكن اللي انا بعمله ده حاسسني ان انا بقيت جزء من التطورات. معلش بس انا عايز معايا حد شاهد بصراحه، وعايز حد يكون بيفهم في القانون، عايز ينصحني يعني لو اللي انا خايف منه طلع حقيقي. اللي هو ايه بقى؟ انتي متاكده انك تعرفي سيف ده كويس؟ متهيألي ان انت سالتني السؤال ده قبل كده وقلت لك اه، وحكيت لك كل التفاصيل اللي اعرفها عنه. واضح ان لا انا ولا انت نعرف عنه حاجه. انسي كل اللي انت تعرفيه عن سيف، عشان دلوقتي حالا هتعرفي حقيقه تانيه خالص.
اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نقيب طارق غلاب، معايا الاستاذه مشيره امين المحاميه. مش هادي باشا موجود والله؟ ايوه موجود. اتفضل. شكرا. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. شكرا. اتفضل. شكرا. اتفضل مستريح. شكرا. ثواني وهيكون عليك. شكرا. اهلا يا باشا. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. نقيب طارق فيصل، كنت اتكلمت مع سعادتك في التليفون. اهلا بيك. اتفضل. اتفضل يا باشا. معايا الاستاذه مشيره امين المحاميه. طبعا طبعا، دي مشهوره قوي. اهلا بيك. الحقيقه رفع قضايا كتير قوي على ضباط. ايه ده؟ وما خفتيش تجيني؟ انا اكيد يا فندم مش قصدي الضباط بالذات، كل الحكايه ان في ناس ضحايا للتعذيب كتير قوي جولي، فبقى زي ما تقول كده تخصص. الأستاذة مشيرة بقى المرة دي رفع قضية علينا عشان عايزة تجيب حق الضباط اتقتلوا. وطارق بيبي حق في نفس الموضوع. والله ونعم الروح الرياضية، انتوا ناقصين تقولوا انكم فاتحين مشروع مع بعض. معلش بقى يا باشا، الموضوع اللي أنا جاي أتكلم فيه مع سعادتك يعني ممكن تكون مش عايز تفتكره أو تتكلم فيه. موضوع الملف. ملف؟ الملف اللي ضايع مني. أنا خلاص فقدت الأمل في الموضوع ده. ولا سيادتك عايز تكلمني في حاجة تانية؟ لا، هو ده تقريبا الموضوع اللي أنا جاي أتكلم فيه يا باشا. تشربوا إيه؟ بعد ما اتصبت في حادثة أثناء العمل نقلوني مستشفى الشرطة وقعدت هناك كام يوم وتم تشخيص الحالة. تفضل. شكرا. عملت عملية واتنين لكن الدكاترة قالوا مفيش فايدة. كان من المفروض اخد الملف بتاعي وفيه كل التقارير والاشاعات عشان اقدر اعمل اجراءات المعاش، لكن للاسف ندور على الملف مفيش ملف. قالوا لي اعمل واحد جديد، كشف جديد، تقارير جديده، اشاعات جديده. لقيت الموضوع ده هياخد وقت طويل قوي، فكرت ارفع قضيه على المستشفى. لقيت ان القضيه هتاخد وقت اطول كالعاده، يعني استهتار وظلم. وديني مستني بقالي شهور عشان الملف الجديد يطلع، واضطريت طبعا ادخل مستشفى تانية وقعدت هناك حوالي اسبوع. طب والمعاش ما هو ده الشيء اللي انا مستغربه. ازاي يعني؟ في حد مش عارف هو مين بيبعت لي الفلوس اول كل شهر من ساعة الملف ما ضاع لحد اول الشهر اللي فات، زي ما يكون بيصرف لي المعاش وبيبعتهولي. طب وانت ما تعرفش هو مين؟ حاولت وعملت كل اللي سيادتك تتخيله. في الاول ما رضيتش اصرف الفلوس وقلت احوشها، لكن سعادتك عارف ظروف الحياه. طب يا فندم، حضرتك ما شكتش ان حد هو اللي بيعمل كده؟ خد الملف او مسؤول عن ضياعه؟ ولا دي غلطه الوزاره؟ معقوله يا استاذه الوزاره هتغلط وهتطلع فلوس؟ انا ما اعرفش مين اللي بيعمل كده، وبيني وبينك انا تعبت ومش عايز اعرف مين اللي بيعمل كده. اهو حد بيبعت لي المعاش بطريقه الغلط لحد بيتي، كتر خيره. تخيلوا، انا خايف الاجراءات تخلص واضطر اروح اصرف المعاش بنفسي. سيف عبد الرحمن اسمه مكتوب على ملف الراجل ده. يعني ايه؟ يعني اسم الراجل ده اتشال من على الملف اللي ضاع واتحط اسم سيف. سيف ما دخلش المستشفى، مفيش أي إثبات ولا دليل بيقول إنه اتصاب أصلاً. حتى تاريخ الحادثة اللي هو بيقول إنه تعرض لها غير مطابق لتاريخ الإصابة ولا العلاج. والحالة نفسها؟ الحالة هي. أنا متأكد إن إحنا لو جبنا دكتور يكشف على سيف هيكتشف إن الحالة اللي في الملف هي حالة سيف. بس تفتكر بقى إن سيف هو اللي بيدفع الفلوس دي؟ يغلط ويدفع فلوس عشان يصلح غلطته؟ أه. وده معناه إيه؟ مش مهم معناه ايه، المهم انك تبقى عارفه ان القضيه بتاعت السعاده اتقفلت تحليل فيها.
نعم. ايوه. وانت دلوقتي مش مجرد محاميه ماسكه قضيه ضباط اتقتلوا، لا انت طرف في القضيه. ما تنسيش ان اخوكي راح منك الله يرحمه، يعني ليكي طار عند الصياد، انا بقى اللي مكمل لوحدي، مفيش حد في الاداره يعرف حاجه عن الموضوع ده، يعني لو غلطت محدش فيهم هينفع يحميني. انت عايز نعمل ايه بالظبط؟ عايزك تبقي عارفه كل حاجه عشان لو احتجت لك تساعديني. مستعدة؟ انت مش ناوي تساعد ولا ايه يا دكتور؟ والله يا جماعه انا حاسس اني في اختبار ومش عارف اتصرف ازاي. يبقى هتسقط. لا 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 ما تقلقيش، بس انا يعني بقول هو المفروض ان انا اعمل اللي انتوا شايفينه ولا اتعامل بطبيعتي؟ ولو تعاملت بطبيعتي هنخسر بعض كلنا. المفروض تيجي على نفسك شويه علشان تتعود. هي نشوه فين؟ نشوه في التواليت. وتمرن نفسك كمان كتير علشان سيف هيسألك على كل حاجة وهيعرف كل حاجة من غير ما تجاوب. ربنا يكون في عونك، هيجيب قرارك خلي بالك. أنا من جوه زي من بره شفاف. آه ودي مشكلة لعلمك. مش مشكلة ولا حاجة، أنا إن شاء الله هكسب ثقته. أنا قعدت أدرس 3 سنين في حالات ذوي الاحتياجات الخاصة. اللي أقول لي يا دكتور هي حالته مستحيل تتعالج. بص يا دكتور، النهاردة مفيش حاجة مستحيلة، بس في الاخر انا ما اقدرش احدد حاجه زي كده من غير ما اكشف عليه. وانا وعدك ان شاء الله ان شاء الله ان اقنعه يجي يتعالج عندك. عارف لو قدرت تعمل كده ها هتعملي ايه؟ هغير معاك الجدول زي ما انت عاوز. تاخدي موزه. ادخل. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ في ايه؟ عايزه تساعدي زي المره اللي فاتت ولا ايه؟ دي رقبتي. رقبتك؟ انت مش كنت بتقولي قبل كده انك ما بتخافيش من الموت؟ ايه اللي اتغير؟ ان انت اديتني امل. حلو ان الواحد يحس انه سبب في ان حد يحب الحياه. انا كنت خلاص بدات احس اني عزرائيل. ناجي الخليلي هيعمل ايه؟ ناجي هيسمع الكلام، هو محتاج يصدق ان المحامي بيشتغل مع الصياد، لان الصياد هيشتري، وهو كده كده لو ما باعش حياته هتضيع، انما لو باع والبيعة طلعت مظبوطه يمكن يعيش. يعني هيبقى معانا؟ معانا. هادي حلوه دي كمان. انا اسف. هو دلوقتي بيامن نفسه على قد ما يقدر، انما كده كده العمليه هتتم. مش عاوز يكمل الا لما يشوف السلاح الاول. ايه اللي حصل؟ والله انا رحت له، بس هو قال ان الصياد مش هيدفع حاجه الا لما يستلم السلاح. يبقى نقسم البلد نصين، هقول له الحاجه فين وهناك سلم واستلم، وده اخر كلام. كلمت الراجل الكبير وحدد المكان. الو. ايوه باشا حضرتك، انا قلت له مش هندفع الفلوس غير لما نشوف البضاعه الاول، قال له انه هيوريها لي في التسليم. كويس. هو هيسلمك فين؟ في المنيا. في المنيا؟ اه في المنيا. قال لي بعد بكره تروح المنيا وهو هيتصل بيا بالتليفون يقول لي نتقابل فين بالظبط. بقول لك يا باشا هرد عليه اقول له ايه. هقول له ايه؟ مش هقدر اتشرط اكتر من كده. هترفض؟ هوافق. هتعمل ايه؟ زي ما بعمل كل مره. هتقتل مين؟ لا مش قصدي، قصدي زي ما كنت بعمل، هحقق، هحاول احلها زي ما تكون قضيه بالظبط، وان شاء الله هوصل لحاجه. ولو ما وصلتش بقى هنهي الموضوع وهبتدي من اول وجديد من حته تانية. مساء الخير استاذ لطفي. ايوه مساء النور. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اتفضل. انا النقيب وائل نصر الله، كنت رنتك امبارح لو تفتكر. خير؟ خير ان شاء الله. اولا البقاء لله. البقاء لله. ثانيا الرائد سيف اخ عزيز، وانا في الحقيقه جاي لك من غير ما هو يعرف.
وهفهم لو انت مش عاوز تتعاون معايا، وخصوصا ان انا بشتغل بشكل غير رسمي. احنا عايزين نعرف بالظبط ايه اللي حصل عشان نقفل التحقيقات في الجريمه ونعرف مين القاتل باذن الله. أقول لك أنا على المعلومات دي كلها ليه؟ دول الناس اللي بيحموني. ايه احسن من الواجهة دي عشان تنقل سلاح، وفي وسط الخير تلاقي الموت؟ كل اللي بيحصل ده بيحصل بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى وبفضل مجهوداتكم وتبرعاتكم. ان شاء الله في خلال يومين هنوصل لافقر قرية في مصر، هنوصل لها التبرعات الغذائية والبطاطين اللي بتقدمها لهم مؤسسة نهر الخير. احنا طموحين وطماعين، بس طماعين في الخير وفي العدل. احنا ان شاء الله هنوصل لكل شبر في مصر محتاجنا، كل حتة في مصر محتاجة مساعدة ومساندة لينا هنوصل لها، عشان بنحب مصر. Thank you.